الدكتور محمد عادل من جمهورية مصر العربية. طبيب أسنان. طبيب أسنان. ما شاء الله. كيف شفت الأجواء هنا اليوم في المكلا؟ والله جو جميل يعني. أول مرة أنا جيت بقالي أسبوع يعني، الجو كان دايما حار والجو دايما صعب شوية، لكن النهاردة ما شاء الله جو جميل والناس جميلة، أول مرة نشوف هذا التجمع الكبير قوي من الناس على البحر يعني. طيب هل يعني طيب طيب مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة نواصل. طيب يعني يعني أقصد كيف أيضا يعني، هل مثلا أهل مصر يعرفون موسم البلدة في؟ لا والله أنا ما كناش نعرف عن موسم البلدة يعني، بالصدفة كنا جايين مؤتمر في جامعة العرب يعني، كنا نتشرف يعني، وقالوا لنا أنا حظكم كويس إن أنتوا جيتوا في نفس الوقت اللي فيه موسم البلدة يعني، وساعدنا إن إحنا عملنا بقى في المؤتمر بتاع المؤتمر الأول اللي موجود هنا في المكلا. طيب هذه أول مرة ربما تحضر موسم البلدة؟ أول مرة أحضر لليمن جميعا. يعني أجواء جميلة. جميلة جدا، نسعى دايما إن إحنا نشوفكم يعني، الناس كلها مبسوطين. شكرا دكتور، وإن شاء الله تنقل أيضا صورة أيضا عن البلدة في مصر. سعداء جدا يعني، إن شاء الله تتكرر كثيرا إن شاء الله. شكرا طبعا. شكرا ايضا معي هنا احد الدكاتره الموجودين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم؟ دكتور بليغ القدسي من تعز. حيا الله دكتور. انطباعاتك اليوم مع موسم البلده؟ صراحه اجواء جميله ورائعه يعني، انا اول مره احضرها لكن استمتعت صراحه بالجو، ما توقعتش انه هذا الزحام والجو يعني قصدي جو البحر، واليوم ما شاء الله كان في جو مطر خفيف. استمتعت صراحه بالجو، وان شاء الله تتكرر في زياره قادمه ان شاء الله. وسعيد جدا انا اشوف الاجواء هذه الفرايحيه. نعم. طيب بالنسبه لكم هناك في تعز، هل هناك ايضا في مواسم يعني ربما تشتهر بها محافظه تعز؟ والله كمواسم زي هذه البلده لا، غير مواسم الاعياد بس، وكمواسم زي البلده لا ما شاء الله. نعم. شكرا دكتور. العفو. يعني هنا ايضا مجموعه من الدكاتره المشاركين ايضا في المؤتمر حق مؤتمر طب الاسنان. هنا ايضا معي دكتور، السلام عليكم. دكتور زهير الخطيب. وعليكم السلام. حيا الله دكتور. من وين؟ من شبام. من وين؟ من شبام. حيا الله الشباب. اهلا وسهلا. كيفك مع البلده؟ اوه والله اجواء حلوه صراحه رائعه يعني، انا اول مره اطلعها في موسمها يعني، مع احتفالاتها مع مهرجاناتها يعني، انذهلت من شده الزحام، من طيبه الناس، من فرح الناس، وربنا ان شاء الله يديم هذا السرور وفرح الناس ان شاء الله.